جميلة الواحد جزائرية على رأس قسم الأبحاث العالمية في فريق اللقاحات. الباحثة العالمية لأبوين جزائريين هاجرا في خمسينيات القرن الماضي إلى بلجيكا. نالت جميلة شهادة الماجستير تخصص التكنولوجيا الحيوية من جامعة بروكسل، وشغلت منصب رئيسة شركة الأدوية البيولوجية GSK في بلجيكا. ثم غادرت جميلة بلجيكا إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتحصل على درجة الدكتوراه مع فريق البحث حول السرطان لودفيغ في مدينة نيويورك. العالمة الجزائرية قامت بأبحاث ما بعد الدكتوراه مع شركة تكنولوجيا حيوية مقرها فيلادلفيا، وشغلت منصب رئيسة قسم الأبحاث العالمية في فريق اللقاحات بشركة جالاكسو سميث كلاين. قادتها لاكتشاف لقاح الملاريا الذي نال موافقة منظمة الصحة العالمية، ويعد ذلك إنجازاً غير مسبوق في المجال الطبي. وصفت السفارة الأمريكية بالجزائر الباحثة الجزائرية الواحد بالمثال الجزائري الذي درس في أمريكا ليفيد العالم برمته. وأنتم كيف ترون نجاح النابغة الجزائرية جميلة الواحد في مجال الصحة؟